اهلا بكم، مرحبا، حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. النهارده هعمل لكم شوربه عدس، ولا اي شوربه عدس بصراحه بقى، يعني متعملتش قبل كده ومتهيألي لا ممكن طبعا بعد كده الناس تتعلمها وتعملها بعد كده. يعني ايه بقى حكايه شوربه العدس بتاعتي العجيبه الغريبه بتاعتي دي؟ شوربه العدس بتاعتي دي فيها شويه خضار حلوين كده، شكلهم حلو، متقطعين بطريقه حلوه ولطيفه، و كرفس بقى وبصل وحواديت كده وفراخ. شفتوا بقى؟ وفراخ. اوكي طيب، تعالوا بقى نشوف ايه الحكايه دي معايا. ايه يعني معايا؟ شوربه فراخ، اوكي، كتير كتير، ومعايا كرفس، سمنه بلدي حلوه دي، وبصل، ومعايا عدس اصفر لايك كوبايه ونص مثلا ولا حاجه، كوبايتين حلوين. ومعايا جنزبيل فريش، ومعايا جوز الطيب، وبابريكا، ومرمريه سيج، مرمريه. اوكي دي الشوربه. وبعدين بقى الايه الاضافات بقى الجميله اللطيفه الحلوه دي؟ بطاطس، كوسه. وشوفوا الكوسه مقطعينها ازاي، يعني بصوا كده، بصوا كده على الكوسايه، شايفين اهو، ادي الكوسه متقطعه كده. اوكي، وجزر برضو كده لطيف لطيف، مدور من حته كده، ها حلو كده لطيف لطيف. اوكي، و ذره صفر، يعني حب ذره اصفر. وبعدين معايا كزبره خضراء في الاخر بقى كده، التفنيشه الحلوه بتاعتنا دي، كزبره خضراء وفلفل حار و ساور كريم اللي هي قشطه محمضه ولا وتبر. اول حاجه هعملها طبعا هحط ايه، حل ستينلي ستيل او يعني بتاعتكم بقى، بس بلاش تحط لو هتستعملوا مضرب اليدوي، ما تحطوش حاجه تيفلون، لانه ما يعني ما يخشش المعدن مع التيفال او مع الجرانيت وتبر. اوكي، الا لو هتاخدوها منه تحطوها في الخلاط وتضربوه، دي قصه ثانيه. طيب عملنا كده، هنحط السمنه. اوكي، معلقتين كبار سمنه بلدي حلوين زي الفل. اوكي، و بصل وكرفس. تمام، بصل وكرفس، حلو حلو، وكرفس. يساعدكم طبعا اكتر انكم تخلوا ايه البصل والكرفس متقطعين نونه بنوازيه ناعم كده، ونقلب نشوح يعني. اوكي، هنشوح هنشوح هنشوح. حلو الكلام، املح يساعدني اكتر، التمليحه دي هتساعدني اكتر، خليها تمليحه الكل بقى مش كده؟ بس ايه الشوربه من ملحة مش كده؟ شوربه من ملحة. انا اسف اني سبتك على النار، انا اسف، انا غلطان، مش هعمل كده تاني، سامحيني. اهو كده نقلب، نشيل الحاجه اللي بنقلب بيها من الحله. طيب طيب خليني ايه احضر بقيه حاجتي. ناخد صدر الفرخ، استنى يا ابني، وناخد العظم طبعا، فراخ فراخ بقى كده، ايه مش صدور مخليه. ليه عملت كده؟ طب ليه ما جبتش صدرين مخليين وسلقتهم؟ مش هيدوني طعم، مش هيدوني طعم. اللي بيدي الطعم للفرخه حلو الجلد والعظم، جلد من فوق والعظم من جوه مع السلقه تدي للحمه طعم. اوكي يلا تعال نقطع الكلام ده. وطبعا وانتوا بتقطعوا اي حته حمراء كده مش عارف ايه، مكان مكان عرق، ايه مكان العظم، مكان البتاع، بلاش منها، مش عايزين الحاجه يكون شكلها وحش ولا لونها مش احلى حاجه، مش كده برضو؟ اوكي، دايست كده. اه
الحاجات اللي ايه تخلي الشغل له طعمه حلو بس شكله وحش بلاش منها. احنا عايزين طعم وشكل. اوكي هشوف. اي حد فيهم يديني لون، قصدي من البصل يعني اي حبة تديني لون يبقى هيدوا ايه الريحة البصل المقلي في الدنيا. حلو الكلام، مش محتاج اكتر من كده. يلا هنحط بقى ايه، استنى يا عمدة انا عايز احمر معاهم شوية جنزبيل. لما بيتحمر الجنزبيل بيدي طعم احلى. يلا يا عم اوكي اوكي خلي التوابل كلها تتحمر الاول. يلا بينا. ادي المرمريه وادي جوزة الطيب وادي بابريكا، مش كتير بقى عشان البابريكا دي ايه هتخلي اللون يحط حماره في حتة تانية. يا جمال وعلى الريحة والشغل الجامد قوي. طب انا دلوقتي جات لي فكرة وانا بعمل الحدوتة دي. ايه بقى الفكرة اللي جات لك كنت تعمل الحدوتة دي؟ اني اعمل كده، اخد شويه من دول كده كده بس بره. ليه بره؟ لان ده كله هيتضرب فهينعم مش هيبان. وبعدين في الاخر احط شويه دول مع بقيه ايه الخضار اللي هيتحطوا والكلام ده. يلا بينا نحط العدس وازود شويه سمنه والفه مع الحدوته دي لفة. اوكي. لف ولف. يا ولد. اظن بقى ايه خدت كل الروائح اللي ممكن تاخدها. يلا المرقة الفراخ يا حبايبي هياكل تجيبوها او لو كنتوا سالقين فراخ. اوكي انما حاولوا بقدر الامكان يعني تبقوا ايه اكلكم طبيعي. اوكي بس بقى لما نستوي وبتاع والحدوته ونقعد فيها ايه شويتين ثلاثة أربعة خلاص ماشي. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ هناخد حله تانية. ليه هاخد حله تانية؟ هقول لكم دلوقتي. كل حاجه لها سبب. هعمل كده وهنقل الكلام ده هنا علشان هضرب النسخه اللي احنا معمولينها. احنا قلنا هنقعد بقى شويه وقت كتير، لا مش هنقعد وقت كتير عشان هنخلص بسرعه معاكم ان شاء الله. كفايه الوقت اللي عطلناكم فيه. هنعمل كده. يلا ننزل كل ده كده. با 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 با. اوكي اخد بقى النسخه اللي احنا عاملينها اللي هي لسه في نص ايه في نص الشغل. هي لسه في نص الشغل. وازود ونقلب
كده غلينا مية مية. اوكي هنشيل بس شوية الريم دول، مهم قوي نشيلهم علشان يعني تبان الدنيا معانا. يا جميل. اوكي يا ترى الريم ده جاي منين يا حبايب؟ حد يقدر يقول لي الريم ده جاي منين؟ لما ضربناها. اوكي بنشيل الريم عشان برضو لما نغرف ما بقاش فيه ايه الريمه دي على الوش، مش احلى منظر يعني، ولا ايه رايكم؟ يلا ماشي يا عم خلاص كفايه كده اعتقد يعني. اوكي نعمل ايه بقى؟ هناخد البطاطس نحطها، وهناخد الجزر ده، كل ده الكلام ده ايه مسلوق يعني ايه تلات ارباع سليقه كده وبتاع، بس لازم يكون قرشه خفيفه كده، ها ما يبقاش مستوي قوي قوي علشان الدنيا ما تبقاش طريه كده وصيصه. اوكي وبعدين ناخد الفراخ، يلا بالجوانتي كده. اوكي ونغلي غلوية واحدة. فاكرين اللي شلناه في الأول هنحطه دلوقتي. بس يا عم خلاص. وبعدين لما نغرف بقى هنحط حاجة تانية هقول لكم عليها دلوقتي. في الآخر بقى هعمل إيه؟ أولاً هي فيها فلفل حار، فهحط شوية فلفل حار، إنما يعني إيه؟ بتاعتكم بقى تزودوا ما تزودوا، انا هحط شويه. اوكي يعني اللي يحب يزود يزود، يشيله خالص يشيله خالص، الحاجات اللي بتبقى حاميه تبقى حراقه تبقى بتاع بتاعتكم يعني. هحط معلقه صغيره على حوالي لتر ونص او اكتر ميه فايتس. اوكي اما نيجي نغرف بقى ونزين، يلا بينا تيجوا نغرف. نغرف هنا مثلا، اولا نشيل دي وانتوا بتغرفوا بقى ايه ما تخلوش لون يطغى على لون، يعني حاولوا تكونوا ايه الالوان كلها موجودة وتقريبا بالتساوي يعني، ها والتوزيع بتاعها كذلك، يبقى الطبق شكله حلو. وبعدين الخضار بيطلع فوق انما الفراخ تحت، فانتوا ما تحكوش عليا وتغرفوا من غير فراخ. والله ممكن بعد ما تغرفوا خالص تحطوا ايه شويه فراخ كده على الوش، ده جائز جدا طبعا. نعمل كمان كده ولا ايه رايكم؟ ولا كفايه كده؟ انا عايز فراخ، عايز يبان ان فيها فراخ. ها ده الغرض يعني، انه باين فيها خضار بس يبان كمان ان فيها فراخ. وبعدين هاخد ملعقه من الكريمه المحمضه ساور كريم اهي، بالراحه كده بالراحه انزلها على الوش. ها واحط ايه كزبره. اوكي واقدم. واقول لكم بالهنا والشفا، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. ابقوا معنا.